السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم الاخوان. فيديو جديد ان شاء الله. اليوم بغيت نوضحكم الكراج اللي بطبيعه الحال كنصوروا فيه السيارات وداكشي. ها هو كائم اوتو سدراويه سيتوان، وغادي نحط لكم العنوان بالضبط. ماشي جميع السيارات غادي كنصوروهم هنا، ولكن الاغلبيه. ها هو هذا غادي يكون فيديو خفيف، تشوفوا بالضبط شنو عندنا هنا. كاين هذه الاي 30، كاين الايفوك مرسيدس، كاين الاي 20، الاي 10 وهذاك، كاين هنا بلوتيك 2015، كاين جي تي دي 2013 عامره ناقصه تيسترونيك، كاين هادي الفا روميو بقى دبليو بي، كاين الميغان كنظن 2017، كاين 250 عامره باكي ام جي 2011، كاين البي ام، ها هي كاين كليو 4 2017 نص عماره، كاين بولو ها هي معشرة كروس، كاين باكي ام جي كاتماتيك ما فيهاش غير سطح عامره 2011، كاين بيرلينغو 2019، كاين تيكسون 2008، كاين هاد الوحشه كيبيك كندا بلاشور ها هي فورد 2019 ها هي، كاين بيجو 5008 2018، كاين باسات سي سي ها هي، كاين باكا ام جي هي 350 باكا ام جي. هادو الاخوان اللي بغى شي وحده فيهم يعيط لي، نقدر نعطيه معلومات عليها. لينا ما يمكنليش نصور كلشي في دقه واحده، ولكن ملي كنصوروا حنا شي طوموبيل وحده مثلا كنديروا لها فيديو خاص باش كنعطيو لي زوبسيون اللي فيها، كنعطيو لي ديتاي كاملين باش كتكون حتى الشخص اللي بغى داك الطوموبيل بالضبط كيفهم بزاف ديال الحوايج. وغادي نمشيو معكم دقه دقه، لان حنا كان عندنا شي شغالات ما قدرناش نصوروا لكم يعني ديك شي سلسلة، ولكن ان شاء الله مستمرين، لابد مستمرين. هذه تبارك الله اللي بغاها مرحبا، نتمنى لكم ان شاء الله تستفدوا، ومرحبا بالجميع. وانا قلت لكم وريت لكم الاشهار ديال الكراج، دابا نديرو في الفيديو.